ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلاميذ السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في حل أسئلة مادة اللغة العربية امتحان الدور الثاني 2024. بالنسبة إلى السؤال الأول يقول: عين المثنى في الجمل التالية واذكر مفرده. أول شيء، أولا الصديقان مخلصان، فعندي أنا شنو المثنى؟ المثنى هو أولا المثنى راح يكون اسوي جدول المثنى وهنا مفرده، فعدي المثنى اللي هو الصديقان، الصديقان، والمفرد مالته راح يكون الصديق، والثاني الجملة اللي نفسها بها مخلصان، وراح يكون المفرد مالته مخلص. بالنسبة إلى الجملة الثانية يقول: إن الجنديين شجاعان، إن الجنديين شجاعان، فراح تكون الثانية، الجملة الثانية، الجنديين، هذا المثنى والمفرد مالته الجندي، وعندنا شجاعان راح يكون المفرد مالته شجاع. زين، الجملة الثالثة: ظل الطالبان محافظين على هدوءهما. ثالثة: ظل الطالبان، الطالبان هذا المثنى، وهنا راح يكون المفرد مالته الطالب، وعندي محافظين، 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 المفرد مالته محافظ، محافظ. زين، هذا بالنسبة لهذا السؤال. خلينا نشوف فرع باء. فرع باء يقول: اجمع ما تحته خط جمع مذكر سالم. الجملة الأولى: العراقي مخلص في عمله، الخط جوا العراقي ومخلص. فأنت بالنسبة للجملة الأولى أنت لازم تنتبه الجملة شنو موقعها على مود يكون إعرابك صحيح. يعني هنا إذا نجيب خط ونكتب فرع باء، الجملة الأولى: العراقي مخلص، فش أقول؟ أقول العراقي ليون، لأن مبتدأ وهذا مخلص هي خبر، هتكون مخلصون. زين، الجملة الثانية، هاي أولا الجملة الثانية يقول: لعل المتسابق فائز، لعل المتسابق فائز، لعل من أخوات إن، صح؟ فش أقول؟ أقول لعل المتسابق شنو هو ذي؟ فائزون، صير فائزون. يحب الله الصادق، هنا الصادق مفعول به، صح؟ يحب الله الصادقين الصير. زين، خلوها ببالكم، هاي بالنسبة إلى جمع المذكر السالم. نجي على فرع جيم. فرع جيم يقول: ضع جمع تكسير في المكان الخالي. أولا يقدمون المساعدة إلى المحتاجين، فأنت تقدر تقول كيفك، يعني أنه تجيب جمع تكسير، مثلا الناس يقدم، الناس يقدمون المساعدة للمحتاجين، أو الشعب يقدم يقدمون المساعدة للمحتاجين، أو الأطباء يقدمون المساعدة للمحتاجين. يعني أي جمع تكسير يصير أنه تقول عليه. زين، فمثلا يعني خلينا نقول مثلا العمال مثلا يقدمون المساعدة إلى المحتاجون، المحتاجين عفوا. ثانيا: شاهدت مضيئة في السماء فهي النجوم، النجوم، وتقدر تقول الكواكب أيضا صحيحة. والثالثة: يعالج المرضى، يعالج الأطباء، لأنها هذه جمع تكسير. زين، نجي على الجملة، السؤال الثاني اللي هو الخاص بالفرع ألف.
يقول اجعل المفعول به نائبا للفاعل لاثنين من ما ياتي. اول وحده يحفظ الشرطي الامر، يصير يحفظ الامن. زين الثانيه، الجمله الثانيه يقول زرع الفلاح الارض، اقول زرعت. ليش خليت تاء التانيث الساكنه؟ لانها مؤنثه، زرعت، زرعت الارض. الجمله الثالثه يقدم المعلم الدرس بوضوح، يقدم هيا واقول يقدم فتحه، يقدم مضمه الدرس بوضوح. بالنسبة إلى فرع باء يقول اعرف ما تحته خط إعرابا مفصلة. شاهد محمد مسرحية الأطفال، الخط مع أصحابي، الخط تحت محمد، محمد هنا مكانه فاعل، وأقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. بالنسبة إلى الجملة الثانية اللي هي يعني التكملة، مسرحية هي مفعول به، مسرحية مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف والأطفال مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسر. زين هذا بالنسبة لحل هذا السؤال. نجي على السؤال الثالث الخاص بالقواعد، يقول السؤال الثالث فرع ألف استخرج الصفة والموصوف من اثنين من ما يأتي. الصفة أكتب هنا الصفة وهنا الموصوف. زين أرتدي الملابس الصوفية شتاء، الصوفية هي الصفة والموصوف هي الملابس، وصفت آني الملابس. سرت في شارع معبد، معبد الصفة والموصوف هو شارع. الثالثة زارني صديق مخلص، الصفة مخلص ووصفة الصديق. زين يقول ضع هنا، ضع بالفرع باء، فرع باء شو يقول لي؟ يقول لي ضع فاعلا مناسبا في الاماكن الخالية مستعينا بالاقواس. اولا لعب فراغ بالكرة مفرد مذكر، اقول الطفل، لعب الطفل بالكرة، الطفل ضم لأن فاعل. ثانية تكتب الدرس مفرد مؤنث، تكتب الطالبة، الطالبة الدرس. ثلاثة ألقى قصيدتين، أقول مثنى الشاعران، ألقى الشاعران قصيدتين، الشاعران لأنها فاعل مرفوع علامة رفع الألف لأنه مثنى. نجي على فرع جيم، فرع جيم يقول عين أداة الجزم، أداة الجزم، عين أداة الجزم والفعل المضارع المجزوم وعلامة جزمه. فاحنا شو نقول أداة الجزم؟ أداة الجزم وهنا الفعل المضارع المجزوم طبعا، وهنا علامة جزمه. فعندي الجملة الأولى لا تهمل درسك فترسب، الأداة لا الفعل المضارع تهمل علامة جزمة السكون.
الجملة الثانية ازرع ولا تقطع. لا أيضا لا. الفعل المضارع تقطع وعلامة جزمة أيضا السكون. الجملة الثالثة لا تعبر إلا من مناطق العبور. لا أيضا لا. وتعبر الفعل المضارع وعلامة جزمة السكون. هذا بالنسبة لحل القواعد. خلصت أسئلة القواعد. نجي نشوف شنو اللي جايبينه بعد. المحفوظات اكتب 4 أبيات لشاعر حققت له في منهجك المقرر واذكر اسمه. كيف تكتب عدة شعراء تكتب او تجاوب. اكتب 2 سطر من النثر المقرر في منهجك. انت عندك قصيدة نثرية وصية الامام علي لابنه الحسن ووصية ابو بكر الصديق. اجب عن احد الموضوعين الانشاء والتعبير. حديقة المدرسة تربي الاذواق وتريح النفوس. عبر عن ذلك واكتب موضوعا عن الصديق. هذا كل ما موجود في هذه الاسئلة. بعد الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.